قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون في هجومين مزدوجين بالقنابل على كنيسة جنوبية الفلبين، وفق ما ذكر مسؤول عسكري فلبيني. الكولونيل جيري بيسانا قال إن التفجير الأول أدى إلى مقتل مدنيين من مرتدي الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو، مشيرا إلى أن التفجير الثاني أدى إلى مقتل 7 جنود في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة.